وضح لا تشلشيني الله يرضى عليكي، إذا أخوكي وابنه عاملين شي ضد الدولة أنا ما بقدر أخدمون. من غير شي الحالة حامية والحرب شغالة وجمال باشا ما عم يرحم حدا. والله ما بعرف يا رجال، الله يستر. يعني أخوكي إمتى بده يبطل هالفصول البايخة تبعه؟ والله حلو يا عقاد. الله يعينه على هالمرة، جابت له ولد أرزل منها وعم يورطه بكل ورطة ألعن من التانية. عيدك تشوفيه هو راكب حصان بليس والولاد راكدين ورا. علي ما علي أنا خجلت عنه. لك تقبرني تعمل جهدك، والله حاجتهم البهدلة اللي تبهدلوه. ما في خواص، بدك تضلي طول عمرك حنونة وقلبك كبير. لك حلك تنسي فصولهم معك. شو بدنا نعمل؟ المعاملة مع الله، بضل أخي. صباح الخير. الله يسعد لي هالصباح. الله يرضى عليك يا أبي. الله يرضى عليك، واصلة تقبرني. موضح؟ نعم. تناوليني الساعة من جوا. على راسي. عود يا أبي. هلأ أنت إلك يد بقصة خالك وابنه شي؟ ما فهمت عليك يا أبي، شو قصدك؟ يعني عملت لك شي مشوار لعند الحكم دار وجبت سيرتهم قدامه. إذا في هيك شي قلي يا أبي. لا الله وكيلك يا أبي، لا رحت ولا أجيت. صدقتك يا أبي، صدقتك. ابن عمي ما لقيت الساعة. شو هالحكي؟ آه ليك ما انتبهت لها، لا تواخذيني. رح ساوي لك قهوة يا عمو. ايه. آخ يا راسي آخ. آخ دخلكون دخلكون راسي. الله كبير، من غضبوا عليهم كانت الحوتة رح تاكل القمر. آخ يا راسي، شو بدهم أكتر من هيك؟ شو بدهم أكتر من هيك حتى يعرفوا إنه الله غضبان عليهم؟ آخ يا راسي، آخ دخلكم. أهلين بزعيم ميدان. الله يخليكم يا سيدنا. تفضل استريح. شرفوا شرفوا. يا الله، كيف الميدان وأهل الميدان؟ والله كلهم بيسلموا عليكم وبيدعوا لكم يا سيدنا. شو أخبار الخير أبو الله؟ آخ على الخيل يا جناب الحكم دار، ليش في أحلى من الخيل؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إيه نعم، والله اشتقنا للخيل يا مختار، بس الحرب حرمتنا من الخيل. ادخل. جبناه سيدنا. فوتوا لنشوف. لا تعالوا. دخيلك يا سيدي أبو الله، دخيلك أبو تنجليك. توكل الله، استغفر الله العظيم يا ربي. شو مختار؟ تعرفه؟ طبعا بعرفه. بس لا تقلي إنك جاي مشان تتوسط لهم. هو بصراحة أنا جاي أتوسط لهم، وطبعا بكرم جنابكم. ليش شو عاملين؟ قل له شو عاملين؟ قل له للمختار شو عاملين؟ يا سري والله ما أنا عاملين شي، والله لا عملت ولا حكيت شي، بس هذا المغضوب مدري شو حاكي على جناب الحكم دار.